لي من عبكره عم بفرمون، عصرت لهم عصره حامض، رشه ملح، وهيدا الكاتشب عبيت لك. بالمزح والجد بيطلعوا شكلهم ولونهم مثل البطاطا اللي بتعملها انت بالبيت 100%. وهيدا انت الكاتشب اللي معبينه شي 19000 مره. المحل اللي سنة صار له سنه 1977 كثير فتح، وارميت ونيون لايتس ومكانات جديد، وبعده هيدا الزلمه بعده مضايع. زيت القرمة، زيت الشغل، زيت الديكور، سيجنتشر ايتمز يلي اكيد اهلنا كانوا يجوا يعملون ياكلون هون. كثير طيبة عن جد. ريل تشيز طعمتها جبنة، ريل تشيز. يعني كاتشب على الطريقة القديمة وبيلبق لهم كل شيء، الفريت المقصوص على الايد، جوات السلطة اللي فيه كل حبه بصل هالقد. ايموشنال اند نوستالجيك، بتبلش من المدخل، الارمون اللي مدهونه على الايد من ال 77. يعني في له محلين مثل هيدا المحل بلبنان غيره، واليوم اكتشفنا هيدا انه حسينا انه طفولتنا عن جد. في هيك احساس مع انه نحن اول مره بنجي عليه من بعد نهار طويل مليء بالاكل، بس هون بعد لساعتين وبخلص على الفريت. وكمان تتذكر اليوم دقنا شيء اسمه دقة وفسرونا شو هي، بس اليوم دقناها بطريقة معمولة بالفرن. هو بيعملها مثل ما فسرونا انه بيعملها على الاصول تبع المنطقة اللي هي مشوية على الفحم، وبالعادة بتنسكب مع الثوم هيدا اللي بيجي مثل المايونيز. يعني طرية فكرت تقرش هيك نقص شقفة لحمة تيجي مع توم على جنب، رح ندوقها مع شوية كاتشب. نحكي عن شيء سبونجي كتير غريب كتير جديد، مش من مرة، طعمته كتير حلوة، ريحته كتير حلوة. أجيال وأجيال وأجيال اجت لهون. طلبنا مايونيز مع بطلع بعد أطيب، تحمست. شو غريبة؟ كتير غريبة. مش انه غريبة مش طيبة، كتير لا طيبة، هي طيبة بس كتير. يعني مكانكم عم تاكلوا الشيء اول مرة بتكتشفوا التكستشر تبعيته. بتبين شو هي، بتخزق خزق. شو حبيتها؟ بكلها بايدي لانه حسيت انه هيك بتتخزق تخزيق، وببطل عندها تكستشر اللحمة. ومع مايونيز مش عم تفهم التكستشر. ايه هو مش معقول لحنا تكون هيك. حسيتها بساندويش مثلا، عبالك تقول تعرف كيف ساندويش، خبز، مايونيز، بندورة، كبيس، هيك يمكن. غريبة، شيء كتير غريب بس شيء كتير طيب. اف هيدا بالاخر، وين بعد حدا بلبنان بيعمل هذا الشيء؟ ما بعرف اذا لازم نسميها اوري دي ليفون، اذا لازم نسميها اسكالوب ميلانيز، اذا لازم نسميها ما بعرف شو لازم نسميها. بعرف شقفه قد الصحن فيها جبنه، فيها جامبون، فيها ذا ثيك كرانشي باتر. واو، كمان لحمة مدقوقة عن جد. عم تسمعي فعم تفرفت. كم بدي اقلك انه يمكن هي كتير طيبة بس الطريقة اللي قالينا فيها كتير مهمة. بقلبها في جبنة مثل ما شفتوا، في بقلبها ايه ولا تدوقة. واو. القلة تبعها فظيعة. ايه حافظ على قديمك جديدك ما بيدوم. من ال 77 محل ما غير ارما، ما غير منيو، بعد على الطريقه القديمه، طور الاكل، برجرز وجبنه وخبصه وقصص، وبعده هو الفريت، قصه الايد مع الزيتات، السلطه الحبه حد الثانيه، وهاللحمه يلي بتسطل. ايموشنال، يمكن
اولادنا ما يعرفوها، ما يفهموا عن شو عم نحكي. انا لإلي هو الاكل تبع تيتا، الاكل القديم، الاكل اللي فيه بركه، الاكل اللي فيه شغل، الاكل فيه ضمير. مش معقول شحمه رح نفتحها بايدنا فيها. واو ليكي ملا ريحه. او مون ديو كثير رقيقه، ما فيها خلطة البصل اللي منشوفها دايما، شوي قد ما لازم طرية. بزيت تكستشر تبع هوليك، ما بتحسوا بالبرغل، ما بتحسوا بشي قاسي. لازم روح اعمل له باوستين. وانا طنوس محسن القرح، مطعم المورتيه من سنه 14 لموسم 77. وبلشنا وسنه في عندنا استمراريه، وكثر خير علامه بتفوت لنا على المحل. اول شيء من زيت عربي من كل الانواع، النيه، روس، فريريج، اسكالوب، شيشتو، لحم مشوي، كفته، ستيك. المورتيه هذا الاسم الله يرحم نفسه الشهيد توني فرنجي هو اللي سميه لي. في غير محلات ما حنذكر يعني، ان احنا بنعملها بلحم مضروقه، جامبون، جبنة، وبيض، وكعك، وطحين. وبنحضرها على الحوض، بنحضرها على الحوض، ما بنحطها بالفريزر بنرجع نشيلها على الحوض بتضل طريقة. هلا كنت عم بقول هيدي الطعمة اللي أنا نسيتها. ببرم كل يوم على مطاعم، كل يوم بضيعة، مينيموم 10 مطاعم بالنهار. وفي هالطعمة اللي رجعتنا أيام كانوا أهلي ياخذونا أنا عمري 10 سنين. هيدي رجعنا احنا عم عليها من قديم كمين. هيدي هي. ما غيرت شيء. ما غير من سنة 77. زيت المنيو. ليبل الزبونات زادوا وما نقصوا. بيروحوا الزبون بعد 40 سنة بيرجع اللي كنت أنا كنت ولد صغير وتجوزت وصرت 6 سنين عم جال عندي. زيت الديكور. هذا الديكور زيته، بيتغير شوي بس لا الديكور هو زيته عربي. في بركة، في نفس، في طعمة، في صدق. وفي كمين الإمكانية كيف بدك تحافظ عليها كمينة. أكيد. ما في. الله يقويك. خليلي. بضلك بصحتك. طب حدا عم بيساعدك؟ عائلة قرايب. لا لا لا، في أختي وفي أنا وفي الشباب معي بس، ما حدا على المطبخ، ما نفوت حدا. أنا وأختي بس. وإن شاء الله 20 سنة بعد. خليلي هيك يا رب، العمر كل اللي ناويك يا رب، الله يحميكم ويقويكم. إهدن صغرتها أو بس إهدن؟ لا إهدن بس. بالشتاء بتسكر بضلك فاتح؟ لا يعني بصفي بيطلع ويكند سبت وأحد. عليك خلي لي عيونك حبيبي كلك زو صحتين.